أنا أعرف تمام المعرفة بأن هذه الكلمة ينتظرها الشعب السوري منذ الأسبوع الماضي. في الوقت الذي يعمل فيه أعداؤنا كل يوم بشكل منظم وعلمي من أجل ضرب استقرار سوريا. يبدو أن الحكومة السورية ستواجه أزمات عديدة وغير مسبوقة خلال تلك الفترة، فالاحتجاجات السورية بدأت تتزايد أعدادها في مدن جديدة بعد تصاعد الأصوات المنادية برحيل بشار الأسد في محافظتي السويداء ودرعا. فما القصة وما خطط النظام السوري؟ عشرات الآلاف من السوريين المحتجين بدأوا في الخروج في 7 محافظات سورية في أكثر من 40 مظاهرة حاشدة، مطالبهم واحدة وهي إسقاط حكومة بشار الأسد ورحيله. البداية كانت في محافظتي السويداء ودرعا جنوب البلاد، حيث احتشد آلاف المتظاهرين في عدد من القرى والبلدات. فالسويداء شهدت توافد جموع غفيرة من سكان المحافظة من مختلف القرى والبلدات إلى ساحة السير وسط المدينة السويداء للمشاركة في مظاهرة مركزية بالتزامن مع استمرار الإضراب العام والعصيان المدني. شعارات السويداء كانت تطالب برحيل بشار أسد ونظامه، وتوسعت تلك الشعارات وطالت باقي المحافظات السورية، حيث خرجت مظاهرات شعبية حاشدة في عدة مناطق من محافظة درعا للمطالبة برحيل النظام وتأكيداً على مطالب أهالي السويداء. أما في ريف حلب فخرجت مظاهرات في عدد من المدن تضامناً مع موقف أهالي السويداء، حيث رفع المحتجون راية الحدود 5 التي يرفعها أهالي السويداء تعبيراً عن تضامنهم مع أهالي المحافظة التي تواصل منذ أيام الاحتجاجات للمطالبة برحيل النظام. وفي إدلب خرجت مظاهرات تحت شعار جمعة الشعب السوري واحد للتعبير عن التضامن مع السويداء والجنوب السوري. الأيام القليلة الماضية شهدت تصاعد حالة السخط في أوساط العلويين ضد الحكومة السورية، وذلك بالتزامن مع الحراك الشعبي والعصيان المدني في السويداء ودرعا. فهل تصمد حكومة الأسد كثيرا؟ بحسب التقارير الإعلامية فإن الوقت لن يتأخر كثيرا حتى يدخل بشار الأسد وحكومته في نفق مظلم، ولن يكون أمامه سوى خيارين. الأول هو الاستجابة لمطالب المحتجين ورحيل الأسد عن السلطة، ورغم أن هذا الخيار مستبعد إلى حد كبير إلا أنه يبقى خيارا مطروحا. أما الخيار الثاني هو الاستعداد للمواجهة واتخاذ قرار بالتعامل عسكريا مع الحراك الجديد. ويرى المحللون أن هذا الخيار هو الأقرب لبشار الأسد، رغم أنه لن يكون في صالحه كما حدث في 2011. وترى مصادر دبلوماسية أن الخيار الاقتصادي أيضا غير متاح، أي أن نظام الأسد غير قادر في المرحلة الراهنة على تقديم الدعم المالي لمواليه من أجل البقاء إلى جانبه، ليصبح الأسد أمام خيارين، فإما السقوط أو الإسقاط، فترى أيهما يختار الأسد؟